الرواني ببساطة هو عبارة عن كيكة فيها دقيق ذرة، يعني كيك عادي في دقيق ذرة. أول حاجة عايز جوز هند من فضلك. طيب شكرا. عندي أربع بيضات وأربع معالق زيت وعلبتين زبادي و100 جرام من السكر ومعلقة فانيليا وكوباية دقيق وتلات أرباع كوباية دقيق ذرة أصفر أو ذرة عادي ومعلقة بيكنج باودر وكوبايتين من السيرب الخفيف، هقول لكم مقاديره، كوباية سكر وكوبايتين مية. أقول تاني، أربع بيضات وعايز المضرب من فضلك. أربع بيضات هنحط عليهم أربع معالق زيت وعلبتين زبادي و100 جرام من السكر، 100 جرام من السكر ومعلقة فانيليا وكوباية من الدقيق وكوباية تلات أرباع كوباية من دقيق الذرة ومعلقة بيكنج باودر ومعلقتين سيرب خفيف يكون بارد لو الكيك بتاعي سخن، والعكس لو الكيك بتاعي بارد يبقى الشربات سخن. هقول تاني، لو انا طلعت الكيكه من الفرن، الكيك بتاعي من الفرن وهو سخن، احط له شربات تقيل، شربات سخن بارد قصدي، ويكون خفيف. لكن العكس لو طلعتها وسبتها تبرد زي ما انا سايب كده، احط لها شربات دافي، ولذلك انا سايبه هنا يدفى على النار.